بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد قتال في يوم كربلاء، فنصرته بالبكاء في الشام، فهزت بنحيبها عرش الطاغوت يزيد، ثم ماتت حزنا وألما، وأصبح مرقدها اليوم خير شاهد على دولة الظلم التي أنشأها يزيد اللعين في الشام. في بعض الأخبار أن المغسلة الشامية التي جاءت لتغسل السيدة رقية عليها السلام بعد شهادتها، حينما كشفت عن جسد السيدة رقية عليها السلام، حتى نبدأ بالمصيبة. جزاكم الله خير، استريحوا شوي لهنا، تعالوا املوا له هذا المكان. جزاكم الله خير، شباب واقفين تعالوا قعدوا هنا أبوي حتى نقرأ المصيبة. جزاكم الله خير. السلام على رقية ابنة الحسين، وين ما واقف وتسمع صوتي ايدك شيلها ايدك ونصيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، صيح 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 لبيك يا حسين. خلنا نسمعها. اسمع اسمع. ايوه ويلها قالت عم انا ما اريد اكل، اريد ابوي. رحم الله من نادى ماتت الطفلة يا ابو يا والنفايس يستردي نويماني نويماني.
تعال ضعبوا ودنيا بطار يا وليدي تعال عقبك انت عقبك انت بدك ما تصح بابا شو طالت السكتة والسكوت تعبهم جريح الغالية عليك أنا بابا لا تفتني بومك مثلي جفة لا حلفة مثلي جفة لا حلفة الله بالعليلة بالعليلة الكل واويلاه 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 الله ليلو كان ظلام الغاضرية بس لا تعت وضاعت رقيه ليل وكان ظلام الغاضريه بس لا تعت وضاعت رقيه قبل لا يلفي باكر ضيعوا